دلوقتي مشاهدينا هنتابع مع حضراتكم أبرز وأهم الأخبار اللي هتحصل النهاردة إن شاء الله في التقرير اللي جاي. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فهيستقبل وزير الخارجية سامح شكري الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لعقد جلسة مباحثات مشتركة في مبنى وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، على أن يعقب اللقاء مؤتمر صحفي مشترك. النهاردة هتحتفل منظمة الصحة العالمية باليوم العالمي لمكافحة السل 2024 اللي بيصادف يوم 24 مارس من كل عام، وبهذه المناسبة بتعقد منظمة الصحة العالمية مؤتمر صحفي عن اليوم العالمي للسل في نفس اليوم حول الوقاية من السل وعلاجه. النهاردة تنطلق فعاليات الليلة 7 من النسخة 8 لبرنامج هل لهلالك اللي بينظمه قطاع شؤون الإنتاج الثقافي، وده الساعة 8:30 على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون. ويحيي الفنان علي الألفي بمصاحبة فرقته الموسيقية حفل الليلة 7 من برنامج هل لهلالك في نسخته 8، ويجدو بباقة من أشهر أغاني زمن الفن الجميل اللي تغنى بها كبار نجوم الطرب في مصر والوطن العربي زي كوكب الشرق أم كلثوم وفيروز وشادية ومحرم فؤاد وليلى مراد ومحمد رشدي ونجاة، بالإضافة لعدد من أغانيه الخاصة.